بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الظهار. الأصل في الظهار هو العلو، والمقصود به هنا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أبدا. قال: وهو محرم، يعني هذا اللفظ محرم، بأن يقول مثلا الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر بنتي، وهو محرم لقول عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، وفي قراءة: ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا محرما وزورا كذبا وبهتانا، وإنهم ليقولون منكرا، لأن من قال ذلك اللفظ حرم ما أحل الله عز وجل له بأن جعل زوجته كأمه مثلا، وزورا لأنه جعل زوجته كأمه، لذلك الله قال: ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا لا يولدنهم. وجعل سبحانه لهذا اللفظ المنكر والزور كفارة مغلظة، سيأتي إن شاء الله بيانها في موضعها. وهو محرم أيضا بالإجماع، يعني هذا اللفظ، يعني لفظ الظهار. قال: فمن شبه زوجته بأن قال: أنت كفلانة، من المحرمات عليه كأمه أو بنته، أو أنت مثل بنت فلانة مثلا، أو مثل بنتي على سبيل الإطلاق، أو مثل عمتي وخالتي، وهكذا. ولا يكون ظهارا إلا إذا تلفظ هذا، إلا إذا كان المتلفظ هو الزوج. وموجه هذا الكلام لزوجته. أما لو تكلم رجل لغير زوجته: هذه محرمة كأمي ونحو ذلك، فلا يكون ظهارا. لذلك قال: فمن شبه، يعني من الأزواج، زوجته. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها، شبه زوجته بأن قال لها: أنت كاملة، يعني كأمي، شبه زوجته، جميع الزوجة، جميع أعضائها، جميع جسدها، أنت. أو بعضها بأن قال: يدك كظهر أمي، أو قدمك كظهر أمي، أو بطنك كظهر أمي، وهكذا. يعني سواء كان التشبيه لجميع جسدها أو بعض جسدها. قال: بكل أو بعضي، من تحرم عليه بكل، بأن قال: أنت كأمي كاملة، أو أنت كعمتي، أو أنت كخالتي، بكل أو بعضي من تحرم عليه، أو بعض أجزاء بدني من تحرم عليه، مثل لو قال: أنت كظهر بنتي، أو أنت كيد عمتي، أو أنت كقدم خالتي، وهكذا. إذن سواء كان التشبيه أو المشبه به كلا، كل بكل، مثل أنت كأمي، أو بعض ببعض بأن قال: يدك كبطن أمي،
أو كل ببعض أنت كظهر أمي، أو بعض بكل يدك كأمي. قال بكل من تحرم عليه أبدا، والمحرمات على التأبيد 7 بالنسب، أبدا من نسب وعددهن 6 وعددهن 7 المذكورات في قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه المحرمات بالنسب أبدا، يعني لا تحل لك أبدا 7 من نسب بالنسب من جهة النسب. وقوله أبدا يخرج المحرمات إلى أمد، يعني لزمن معين ثم بعد ذلك قد تحل لك، يعني قد تحل لك في زمن من الأزمان، مثل أخت زوجتك، فأخت الزوجة تحل لك لو طلقت زوجتك أو لو ماتت زوجتك، فأختها محرم عليك إلى أمد، إذا زال ذلك المانع فتحل. فلو قال شخص لزوجته أنت علي حرام كأختك، لا يكون ظهارا، لأن الأخت أخت الزوجة محرمة إلى أمد. قال أبدا من نسب، وسبق أنهن 7 أصناف. أو رضاع مثل ما قال سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة وأم، وعدد المحرمات من الرضاع كعدد المحرمات من النسب، فكل من حرمت برضاع يكون التحريم عليها كالتحريم في النسب، يعني